امكن اشتقت لكم. شي عرفت انه مش رح تتركوا البيت، يعني ما قدرت تنطر. كنا حابين نفاجئكم على العشاء. بس انتوا اللي فاجئتونا. شو عم تعملوا هلا بالبيت بهيدا الوقت؟ انه في شي؟ لا لا، ما في شي. خبروكي اني انا كمان رح ابقى بين هون وهونيك، يعني رح يزيد عددنا اذا ما عندك مانع. صحة وهنا. شو بتحبوا احضر لكم على العشاء؟ اللي بدك يا روبا، مش مهم الاكل، مهم انه رح يكونوا على السفره اليوم حوالي كل اللي بحبهم. ماشي، معناها رح احضر عشاء. كيف كان شهر ال العطلة؟ العطلة كيف كانت؟ انبسطتوا؟ خبرونا. يعني صراحة حلو كتير. كل ليلة حفلة للصبح، موسيقى ونار وأجواء بتاخد العقل. عن جد فارس، إنه بركي شي نهار منروح كلنا سوا. رح تحبوا المطرح كتير كتير، وأكيد رح تنبسطوا. إن شاء الله. بدي أشكركم لأنكم قررتوا تبقوا بالبيت. شكراً لألكم. واللي فرحني كتير إنه أنا لما رجعت على البيت لقيتكم كلكم هون. ولو ماما، ما أنت أهم شيء بالنسبة لنا. بهي تفاصيل.